منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. ساعتين و13 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فهم. هذا موعد جديد من منتدى الحياة من توا، من ماضي ساعتين و13 دقيقة حتى للأربعة متاع العشية كما تعودتوا بنا، رافقوكم من الاثنين للخميس في نفس التوقيت، ديما بالمواضيع الاجتماعية اللي تهمكم، المواضيع الاجتماعية اللي تشغل بالكم. معاكم كما العادة سيور بن حميدة من قدام الميكرو، رافقني اليوم الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا أستاذ. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. الحمد لله صحة في بخير. لا في فورما ان شاء الله. السخانة ما عنديش هكا شوية تأثيرات؟ والله السخانة مع الصيام تعطي فورما لو يجربوها الناس، لو يجربوها الناس توي يداوموا على الصيام ان شاء الله. ان شاء الله ربي يتقبل منك من يومنا ومنكم عمل الصالح ان شاء الله، ديما في فورما وفي صحه جيده. زيد انتم الناس اللي تسمعوا فينا ان شاء الله ديما في صحه جيده، ردوا بالكم على روحكم خاصه مع بدايه ارتفاع درجات الحراره. معنا اليوم موضوعنا استاذ فيصل، الموضوع الحقيقه اقتراح من عند برشا مستمعين كلمونا من ليمات اللي فاتوا، يقولون احنا المتقاعدين علاش ما نسمعناش صوتنا ما وصلش في البرنامج هذايا، في برنامجكم حبيناكم تسلطوا الضوء علينا وتحكيوا على موضوع التقاعد المتقاعدين، الصحه النفسيه. برشا الحقيقه مستمعين كلمونا يحبوا يحكيوا على تجربهم مع التقاعد هذايا، فما تجارب ايجابيه، فما عدد منهم اللي بعد فتره التقاعد اختاروا انشطه فلاحيه يخدموها، اختاروا انهم يعديوا برشا وقت والا اغلب الوقت في تربيه اولادهم الاحفاد، فما شكون زاد الانشطه اللي ما نجمش يعملها هو في فتره العمل خليها من بعد للتقاعد، وفما شكون زاد يقول انه حذر للتقاعد قبل حتى هو باللي هو مازال يخدم في السنوات الخمسة الأخرى، بدا يحضر لمرحلة التقاعد باش في فترة التقاعد هذيك يكون عنده برنامج كامل وما يحسش بالفراغ. اون كونتر بارتي زاد نلقاو عدد من المتقاعدين للتقاعد يأثر عليهم كل فترة هذيك بتاع الفراغ، اللي يلقاو رواحهم بعد الخدمة وبعد سنوات وسنوات من العمل يلقاو رواحهم في الدار ما عندهمش حاجة يعملوها، يلقاو رواحهم في الدين وتعبين نفسانيا. بارك الله فيك الاستجابة لهذا، لأنه موضوع مهم جدا، لأنه مرحلة عمرية حساسة جدا، وللأسف عندهم حق يمكن اللي عبروا عن رغبتهم في الحديث عليهم، لأنه التقاعد في التسمية بحد ذاتها فما إشكال، تسمية التقاعد فما ما فيه مغالطة، وتعرف البرنامج هذا نحاول نصلح بعض المعتقدات الغالطة اللي يمكن في هذا الإطار، وفما سكوت عن من طرف كل الناس، سكوت عن المرحلة هذه، مرحلة التقاعد وهي أبهى المراحل في العمر لو نغوص فيها شوية. هذا موضوعنا لليوم، باش نسمعوا برشا شهادات من عند ناس متقاعدين باش يحكيونا على تجاربهم، الحقيقة تجارب خليني نقول رائعة برشا. باش نسمعوا اليوم متقاعدين كيفاش حضروا لمرحلة التقاعد هذه، وكيفاش هما اليوم يحسوا في رواحهم مرتاحين وما يحسوش بك الفراغ اللي ديما نحكيوا عليه. وإحنا كنا أستاذ حكينا على قيمة العمل، لو حكينا زادة على عقلية العمل مهنة نقول كلمة التقاعد بحد ذاتها كلمة غير موفقة. ضروري الناس ويمكن المستمعين اليوم يساهموا في ابداع لكلمه اخرى غير كلمه فما احنا ساعات نستعملوا نقولوا الاحاله على شرف المهنه، يمكن هذا افضل ويليت يتعمم الكلام فما الاحاله على شرف المهنه، لانه التقاعد تعني بها كانه ادى واجب العمل، واحنا على قيمه العمل ادى عمل ووصل الى تقاعد كانه أصبح غير صالح للحركة والعمل والحياة الاجتماعية، كأن فيها تنقيص من قيمة الناس، أنه أصبحوا عاجزين ومتروكين على جنب. وهذا في المخيلة الجماعية هذا المفهوم للتقاعد، يليت الإحالة على شرف المهنة، أو نبدع بكلمة حتى بالدارجة، نبدع بكلمة إيجابية تثمن هالكفاءات العليا اللي اكتسبت من خلال التعليم ومن خلال التجربة العملية، كفاءات عليا مفروض المجتمع ينتبه لها ويعتبر أنه أنضج يمكن فئة في المجتمع لها خبرة ولها تجارب هي هالفئة ذي،
ثم عندهم فضاء من الوقت قادرين يفيدوا المجتمع. هذه نظرة إيجابية أخرى تعيد الموضوع بشكل إيجابي إلى المجتمع. وهذا اللي باش نحكيو فيه معك أستاذ فيصل أكيد بعد استقبال التليفونات وعلى المداخلات اللي باش نسمعوهم لعدد من المتقاعدين. حي وامنا البخيت في الكوتي تكنيك وعبير في الديجيتال، تحيه كبيره ليهم اللي باش يامنوا لكم البث المباشر من توا حتى الاربع. ما تنساوش ديما 70035120 على ذمتكم، تلقاو انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. منتدى الحياه من توا حتى الاربع، ما تبعدوش بعيد، ما تبدلوش الموجه. بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على 93 في مختلف معتمديات القيروان، حيكم ونسلموا عليكم. زاد الناس اللي تتابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فهم، وين تلقاو كل الفيديوهات المباشرة. إذا كنت تحبوا تشاركونا رأيكم في موضوع اليوم، المتقاعدين والصحة النفسية للمتقاعدين، كيفاش يعيشوا فترة التقاعد هذية، وقتاش نحكيو على التجارب الإيجابية، وقتاش زادة نحكيو على التجارب السلبية. علاش ساعات في بعض الأحيان يقولوا البعض أنه المتقاعد في الوقت بعد معناتها بعد ما يكمل العمل نتاعو وتتم الإحالة على شرف المهنة، تحسوا كأنه قاعد يكتشف في عائلته من جديد، يشوف التصرفات نتاعهم كلها غريبة، أي حاجة يعملوهم خاصة وقت اللي يكون بعيد عليهم وما يعديش معهم أكثر الأوقات. برشا أسئلة جينا الحقيقة وبرشا استشارات باش نجاوبوا عليها من بعد أستاذ فيصل. نعاود نرحب بيك المختص والمعالج النفسي، مرحبا مرة أخرى. مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة الدائمة. الاستضافة دائمة، أنت ما غير ما نستضيفك، أنت ولد الدار. يعيشك أستاذ فيصل. نسمعوا الميكرو تروتوار أهم الشهادات اللي جات في ميكرو الحياة فيه، ومن بعد نرجعوا معاك للنقاش. والله يعرضوا عليه باش نخدم في الليفر وفي الاحد، ما بيش عندي شويه فلاحه وكا، فعلا يتعبوا ويموتوا قبل اوانهم، تلقاهم يطيحوا فرد تيح العام الاول لا العام الثاني تلقاه يمشي بالعكاز. هاك شوف اللي هنا عندي 4 سنين الحمد لله رب، لا عندي سكر لا عندي دم لا عندي حد شيء. يزمو يسعى يزمو يخدم يزمو يمشي على سقي اكثر ما يمكن ويخدم، معناه ينشط يعمل نشاط نشاط بدني، فهمت؟ هكا العائلات ما نتصورش، خاصه كان عنده مراه قنقانه وكذا وكذا، هاك شديتني قعدت حدايا. كنا متقاعدين ديما قاعدين، اللي متقاعدين نورمالمون حقهم يعملوا لهم حاجه على الاقل انتوراج ينظفوه، ماذا بهم حتى صحيين. هي لكن متقاعد شنو وش يعمل في اليوم؟ ديما راقد ما يصحش نورمالمون، علاش ما يعملولوش مثلا تهيئه من البلديه ولا من اي اداره كانت ينجم يعملوا مصحه في البلاد؟ ايش في كذا نورمالمون اللي يخرج قاعد يعمل مشروع اخر، يعمل حاجه يخدم مصلحه، يخدم ارضه، يعمل حاجه مصلحه للبلاد. في اوروبا خرج من التقاعد يقول لك سمون حتى الخدمه، سمون بدا يخدم، نحن لا، يفارس ايمت يخرج ويقعد تبارك اما في الدار ولا القهوه، وهذا ما يجيش. ما عندوش يولي يخدم باش ياكل حتى 100 سنة، ما عندوش يمشي يخدم على الروح باش يصور فرنك هانو ياخذ تقاعد ويخدم. انا عمري 62 تو، كان يعطوني 20 سنه خدمه نمشي نخدم وما ناخذش، ما عينيش في التقاعد، يعطوني شهريتي. ناس تلقي تو واحد عمره 60 سنه راه واش انت؟ مش يخرجوا 60 هم يخرجوا 55 يخرجوا يضرب شهريه ويجي يسكر علينا اللعب، مش نخدم ما يخلينيش نخدم، تو قاعدين يخدموا كان مع التقاعد، يخرجوهم 55 و60 ويفكوا لي البلاصه نتاعي انا، شهريتهم مضمونه ويزيد يفك لك البلاصه كنت فيها انا، التقاعد هذا ينحوه. هذا مواطن تونسي يقول علاش المتقاعدين اليوم بعد 55 و60 سنه يخرجوا للتقاعد وتقعد شهريات تتصب لهم ويجيو يخدموا خدمه اخرى ويفكونا خدمنا احلى. هذه مثلا وجهه نظر، احنا هاو دخلنا ديريكت في صلب الموضوع سيد فيصل. زاد فما شهاده اخرى، انا باش نقول لك الحاجات اللي قعدت في بالي من ميكرو تورتوار هذا وانت بعد كيف كيف. فما شهاده اخرى يقول المتقاعدين في الدول الاوروبيه مش كيما في تونس، بالعكس معناتها حياه اخرى بعد التقاعد. اما احنا لهنا في تونس فما شهاده اخرى بون ما عجبتنيش برشا، ولكن وجهه نظر وراي يحترم، اللي يقول انه المتقاعدين عامين ومن بعد يكبروا في العمر وما عادش عندهم معناها ما عادش عندهم مكانة كبيرة، ما عادش ينجموا يعملوا حتى شيء. مش ما عادش نجموا بفعل، هو إذا نبدأ بالأخير بفعل الناس تخرج تقاعد وفقدان النشاط، يبقى يرقد مخر وفراغ اليومي، أكل فراغ اليومي في يوم يومين، والاعتبار النفسي أنه كأنه ما عادش يصلح وفات صلاحيته وما عادش يصلح لشيء، فما إحباط وفما فراغ وفما كآبة تخليه في عام عامين يسقط، في عام عامين ويولي بالعكاز، وهذه شفتها بحولي كثير. أنه الناس اللي يخرجوا تقاعد وما يلقوش ميدان للاشتغال باش يملاو يومهم، كأنه كما قلت يخرج من فترة صلاحيته انتهى، كأنه واحد في انتظار في محطة ينتظر قطار الموت أنه يأخذ معاه ويمشي، وهذا اللي يخليه في عام عامين يسقط، مش لأنه هو ما عادش. إذن المسألة كل نرجع إلى الأساس، أنه اليوم فما تطور في الحياة
الاجتماعية والصحية والطبية تطور هائل. الناس اللي كانت في وقت من الأوقات فعل تقدم العمر يترهل منذ الخمسينات يبدأ يتساقط وفمه يسقط وصحته ترهل، الآن التطور الطبي خلى أنه الإنسان كما قال أحد المتدخلين 60 سنة وما زال شنتي شنتي معناها طفل صغير، معناها صغيرة، معناها التطور الطبي وتطور الأكلات والمجتمعي والحياة الاقتصادية خلت الناس 60 سنة وما زالت بصحتها الكاملة. إذا لما ارتأوا التقاعد على 60 سنة ارتأوه من زمن الخمسينات والأربعينات، كانت الأعمال شاقة وكانت التطور الطبي مش في هذا التطور. إذا 60 سنة 50 سنة إنسان يترهل ويتعب. اليوم كما قلنا هل التطور هذا يخلي الإنسان في عز الشباب وعز العطاء وما زلنا في هذا. أنا أكيد لو تشاور كثير من المتقاعدين يقولك نواصل بعد التقاعد نواصل العمل. البعض برشا يواصل للأسف للأسف أنهم يخرجوهم من عملهم يأخذوا التقاعد ويمشي يبحث على خدمة أخرى، معناها ما عنده ما شهريته ما هيته موجودة التقاعد ويمشي يبحث على خدمة أخرى. أنا نعرف كثير من المعلمين اليوم يدرسوا في المدارس الخاصة وهو ما عندهم الكفاءة والقدرة على أنه يواصلوا العمل. علاش ما وصلوش في المدرسة العمومية اللي ناقصة 13,000 معلم اليوم 13,000 مركة موقع شغل ناقصين في التالي. نتخلى على كفاءاتي والقدرات العليا اللي عندهم اكتسبوها من السنين ونمشي نبحث عن المستجدين. هذا اللي يخلي نفسيا بعض الناس اللي يوصلوا للتقاعد ويمشي يبرمج لشيء ثاني، هذا نفسيا يواصل على شبابه. لكن المشكلة اني قلت لك المسألة نفسية في الناس اللي يعتبر روحه تقاعد وفات صلاحيته وكأنه يسعى للتقاعد باش يمشي يرقب في دار اهله يخلقوا منه لانه تعودوا انه فضاء حياتي اخر، كان وقت الشغل هو في الشغل، فجاه يوم من الصباح لليل هو قالق في الدار ما عنده ما يعمل. عندنا برشا استفسارات فيما يخص النقطه هذه، ولكن معنا بالتليفون مدام مريم باش نسمعوا تجربتها مع التقاعد. مرحبا بك مدام مريم على موجه الحياة فاهم. عشمة سيوان، مرحبا. عشمة جميع المستمعين، مرحبا. حبيت ندخل في الموضوع اللي خفهمني فريمون وجربته عايشته توا. انا كما قال الدكتور من سلك التعليم ونخرج للتقاعد بكري شويه فغافور للوظيفه العموميه. انا من العباد اللي حضرت التقاعد نتاعي، جي بريباري ما ريتريت باش ما نقعدش. كيفاش حضرت؟ لكن ما وصلت في ميدان التنميه البشريه وديفلوبمون بيرسونيل، لقيت روحي دون لو بارتاج، لقيت روحي في العالم من الجديد في البارتاج مع مع لي جادولت، مش صغار لكن مع لي جادولت. وبالحق لقيت روحي ما زلت ناشطه، ما زلت اون فورم، ما زلت نجم نعطي. يا با دو كوا كيما قال الدكتور باش نقعد في الدار جوموكيب حاجات اللي حتى فكري يتفلت، حتى فكري ما عادش يولي اجور. دونك انا ننصح ومن تجربتي الانسان يحضر لا روتريت نتاعو غيان كو باش يعمل اوكيباسيون اخرى، حتى ما فيهاش مدخول تاع فلوس اخر اللي نجم تعاونه، لكن هو ذهنيا وبدنيا يبدا ديما معناها اون فورم كيما سبورتيف، مش نتاعو على قد ما يخدموا على قد ما يعطي. هي تبارك الله عليك من صوتك واضح انه ملآن طاقة ايجابية، وتبارك الله عليك صدقا انه مشني نمدح فيك لكن كأنه صوت فتاة 20 سنة. هي الموضوع اللي تقول فيه صحيح، مش الانسان يحضر ليه، الانسان ما يحسبش سنوات عطائه بالسنوات القانونية اللي ما يسمى هذا كمان ملو الا رقم دكتور، هذا الحر نتاع الغوتريت ماله الا رقم، هذا مرحله جديده للحياه الجديده معناها شويه لكن تهدد العمل يجدد حياته الانسان. راي احنا نحلم بالراحه ولكن الراحه تعملها نهار حد نهار اثنين، تعملها نهارين جمعه اسبوع، لانه طبيعه الانسان العطاء والسعي
في العطاء مش في الأخذ. إذا الإنسان ما يعطي من جهده ويعطي من فكره عمال يبقى قيمة لذاته، يعطي قيمة لذاته ونفسيا يشعر نفسه أنه مازال يتفاعل مع الحياة ومازال حي. عندما يقف العطاء توقف حركة داخلية جسدية داخلية ويتراها للإنسان الذهنية الذهن يتفاعل مدام متفاعل ويعطي، إذا متفاعل مع الحياة ومع المادة اللي يعطي فيها، إذا يبقى محافظ على شبابه لفترة زمنية أطول، لأنه الكاليتي دو في نوعية الحياة اليوم بفضل التطور الطبي وبفضل التطور الاجتماعي وبفضل المجالات المفتوحة للعطاء، الكاليتي دو في نوعية الحياة يمكن تمتد لأعمار طويلة. أنا بعرف ناس، وإحنا مش نعرف ناس، أنا مش نعطي مثال، تونس الكل يعرفوه، الباجي قايد السبسي الله يرحمه انتخب للرئاسة وهو في التسعينات، معناها الإنسان قادر يعطي، وهي أعلى المراتب في العطاء الذهني رئيس جمهورية، معناها كان متقد الذكاء التفاعلية متاعه لآخر أيام حياته، كانت تفاعلية مثال يحتذى. إذن إحنا عرفنا أمثلة لناس يوصلوا للتسعينات وهم قادرين على وقادرين على الإبداع وقادرين على التفاعل الحياتي. إذن أنا معك أنه ضروري الناس مش بركة يبرمج، نقول أنه ما يربطش سنوات بالمهنة اللي بالتقاعد اللي مش ياخذ فيها في المهنة بتاعه، أنه سنوات عطاؤه دائما مدام النفس يطلع ويحبط في الحياة دي. إحنا ذيك مرحلة، المسألة المهنية كانت تعليم، كان مرحلة من الحياة، ومرحلة الأخرى تبدأ بعد انتهاء المرحلة دي في العطاء في التعليم إلى ثانية. أنت ابتديتي كاريير جديدة، مرحلة جديدة في التعليم أعوان باش نحب باش وهذه شيء إيجابي. مدام ريم وي سيوا، يعطيك صحة مدام ريم على المداخلة هذه، الحقيقة شباب على الدوام، فقط حبيت نصيحة من عندك أنت من تجربتك هذه الإيجابية مع مرحلة ما بعد التقاعد، نصيحة ليك للناس اللي قادمين على التقاعد كيفاش يحضروا للفترة هذه. بالحق أنا ننصح زملائي وأي إنسان في وظيفة عمومية كي يقرب سن التقاعد ما يبداش معناها يا اما يخمم اي الحمد لله باش نرتاح وباش تشنيه ومبون ديباغا، معناها ماشي مرحله نتاع ركود تام، حذر روحه للركود التام. انا هذا ما نصحش به بالكل، او كونترير نفرح بالتقاعد اللي هي كما قال الدكتور مرحله من عمري عديتها خدمت فيها عطيت فيها ايتو، ونبدا مرحله جديده نحل باب جديد اللي الناس نعطي فيه زاده ما زلت نقدم فيه بناء على التجربة اللي اكتشفتها. دونك راكم ما زلنا نعطيه وما زلنا نفيدوا، ما زلنا عايشين، ما زلنا نعذروا وما زلنا نتعلموا زادة يا سيوا، راهو ما زلنا نتعلموا بعد التقاعد. بيان سور، يعطيك صحة مدام ريم، فرحانين برشا بمداخلتك معنا، يعطيك صحة. نرجع معاك أستاذ فيصل، هذه تجربة إيجابية اليوم سمعناها من عند مدام ريم، ولكن في المقابل مستمع يتفاعل معنا اسمه حمزة يقول أنه علاش اليوم المتقاعد الشخص بعد ما ياخذ التقاعد، خاصة نحكيه على الأباء، يقول علاش اليوم البو بعد ما ياخذ تقاعد تحس انه تصرفاته تبدلت، تحس فما تصرفات غريبه، هل انه بالحق معناتها التقاعد ياثر على سلوك الشخص بالطريقه هذه، والا هو هذيك هي التصرفات اما خاطر كان يخدم وكانت فما ساعات عمل تفرق العائله؟ اكيد لا مش حكايه انه هو في الخدمه ولا ساعات، لانه طبيعه الناس مش الفرقه، نقول ما دام متفرقين ما دام مرتاحين مع بعضنا، لا نقول انه الناس اللي تتغير مزاجهم ويتغير سلوكهم هم الناس اللي كيما قلنا وصلوا للتقاعد عنده احساس انه المجتمع ينظروا لهم نظرة اخرى، انهم انهاكوا صلاحيتهم في الحياة وانهم في السال داتونت في انتظار قطار الموت. نقول هذا يخلي اثر يمكن ما يقولوش للمحيطين بهم، لكن يأثر فيهم ويخلي مزاجهم
نوع ما متعكر وحاد مع محيطهم، لأنه كأنه معتبرين أنه المحيط ما عادش ينظر لهم النظرة الإيجابية الاعتبارية، مدام يخدم ويجيب الفلوس نقدره بعد، ولا أنه رد بالنا عليه لأنه متقاعد. لا، نقول ضروري اعتبار، رد الاعتبار للناس، وضروري الناس اللي وصلوا سن التقاعد اخذوه، ولا الناس الكبار، وهذا في تراثنا العربي الإسلامي، أن نقدروا الكبير لخبرته، نقدروا الكبير لعطاءه لأنه جد وعطى ورب أجيال. فما نوع ما من الإجلال للكبار، سواء خرجوا للتقاعد أو ما خرجوش، هذا الإجلال يخليهم عندهم اعتبار، يخليهم عزاز، يخليهم معناها عندهم اعتبار لذاتهم. لما يشعروا بنقص الاعتبار عند الآخرين يمكن يوليوا مزاجيين حادين شوية، وذا اللي نشوفوه. من آخر حاجة هي الناس اللي يخرجوا للتقاعد، أشارت له مدام ريم أنه يقول مش نمشي للراحة، إذا تخلصت من الكونترانت العمل من كونترانت دو توم، معناها فما ضغوطات الوقت، يلزم الثمانية يكون في المدرسة أو يكون في القراية، إذا كأنه اعتبر. وهذه أكبر خطأ، لأنه الإنسان، اعتبار الإنسان هو إطارين يحدوا الإنسان، التاريخ والجغرافيا، الوقت والمكان. إذا كان الوقت نقول يلا هذا كونترانت، وكأنه ضغط ومش نتخلص منه، لو خرج من الوقت أو ما عادش ضابط نفسه بالوقت، ضروري اللي يخرج التقاعد متعود يقوم السبعة يقوم السبعة ويخلق لنفسه أنشطة، ما يقولش أنا في التقاعد نجم نقول 11. إذا تهاب في التعامل مع الوقت، القلق هذاك الباب افتح الباب كبير للقلق، وقتها بش يحس اللي هو عنده برشة فراغ، ولا والقلق مش يدخل له، معناه القلق المرضي اللونغواكس مش يدخل في حياته من باب هو فتحه. إذا ضروري الإنسان يأطر نفسه بالوقت، ما يقولش لأني في التقاعد إذا أنا عندي الوقت الكافي باش نقول لحداش نمشي نقعد على القهوة، نقعد فيها على قدر ما فما أصحابي قاعدين. إذا لما يخرج من عامل الوقت، هو دخل في ميدان القلق الوجداني الوجودي، وبدأ الترهل يدخل في حياته. به أستاذ فيصل، فما نقطتين زادة تمت إثارتهم في الميكرو تروتوار اللي كنا نسمع فيه، المواطن اللي يقول القانون التونسي يمنع تشغيل المتقاعدين، والنقطة الأخرى اللي يقول أنه التقاعد مش كما في تونس، كما في الدول الأوروبية. في الدول الأوروبية عندهم برامج كاملة هذية من الدولة اللي معناتها تعمل على تبادل الخبرات بين المتقاعدين، ولهنا نعطيو إكزامبل متاع المتقاعدين من قطاع التربية اللي نجموا يفيدوا الخريجين الجدد من معناتها القطاع التربية، كيف زادة لي فورماسيون اللي يصيروا في مختلف القطاعات. اليوم ما نلقاوش فيهم، وحتى كان نلقاو نلقاو عدد ضئيل ومعناتها عدد قليل برشا من متقاعدين اللي يكونوا حاضرين في لي فورماسيون هذوما، ويأثثوا ويعطيوا من المعلومات ويساهموا في تبادل الخبرات بينهم وبين الشباب. سمحني مش نصلح برشا أغلاط جات في الرأي هذايا. الغلط الأولى نقول القانون التونسي ما يسمحش، هذا حسب ما جاء في الـ نعرف لا قلت لك الناس اللي تعطي الأراضي وبرشا فاهمين هو العكس هو اللي صاير. القانون التونسي في أوروبا، لما إنسان يخرج للتقاعد ليستفيد من ماهية التقاعد، محجر عليه أن يشتغل شغل ثاني. ممنوع قانونيا في أوروبا أنه اللي يأخذ في ماهية التقاعد أنه يدخل سنتيم واحد من خدمة أخر، ممنوع، وإلا التقاعد نتاعه يقف. في تونس لا، يخرج من التقاعد من التعليم ومن الصحة ومن يمشي يلوج على يمشي تجارة مثلا، مش برك راتب حتى تجارة ولا فلاحة، وإلا يعمل مشروع وحده في دار، عنده مدخول من مكان ثاني، مشروع مفروض يخضع للرقابة ويخضع للضرائب في بعض الأحيان. إذن إذا عنده مشروع آخر له مردود مالي آخر مش مصرح به، هذا مخالف للقانون في أوروبا، ليس له حق في أي مشروع سواء تجاري فلاحي
راتب مالي في أوروبا وفي تونس. في تونس مفتوح، القانون لا يتابع الشيء. هذه النقطة الأولى، إذا مغالطة هذه في هذا الإطار من الناس اللي في بالهم أن القانون التونسي يمنع العمل للمتقاعدين، فالمعلومة هذه راهي مش صحيح. النقطة الثانية للمغالطة، أوروبا مش دولة تنظم وتفتح مجالات للمتقاعدين، هي الجمعيات المدنية. اليوم مثلا هذا أنا حاولت نشتغل عليه في البلديات، وللأسف كأني أنفخ في الصحراء. أقول راو في أوروبا جمعيات أهلية تنظم المتقاعدين، المتقاعدين اللي في عز الشباب في عز العطاء وعندهم قدرات للعطاء، لكن ممنوع عليهم الاشتغال براتب. هما يوفروا رواحهم في داخل الجمعيات باش يمشيوا البلدان العالم الثالث في إفريقيا وفي آسيا وفي باش يوفروا خبراتهم. تلقاها انجنيور في الفلاحة، ولا انجنيور في الذرة، ولا ولا طبيب، ويوفر نفسه مجالا من خلال الجمعيات المدنية لخدمات في البلدان العالم الثالث يؤديوا خدمات. كنا قادرين في تونس اليوم نتحصل على كفاءات عليا من خلال الجمعيات هذه، يجيوا يفيدونا في ميادين خبراتهم مجانا من ضمن التعاون. للأسف الجمعيات في المجتمع والمؤسسات لا تنتبه إلى الثقة الموجودة الإنسانية الموجودة في أوروبا، قادرين نستغلها ونوظفها في مجالات اقتصادنا وحياتنا اليومية مجانا في التكوين. في إذن مش الدولة تكون تخلق مجالات، وإنما المجتمع المدني والناس لما يخرج تقاعد يبحث على جمعيات باش يقول لك نحب نبقى نعطي مجانا، نعطي من خبرتي، ما نبقاش في المقاهي ولا في الدار فاضي شغل. والناس كله تحط نفسها، هذه اصبحت اوتوماتيكيا حال ما يقرب يقرب الفتره التقاعد، يبقى الريتم نتاع الحياه يتغير. عوض ما كان يخدم 5 أيام في الأسبوع على 6 أيام في الأسبوع، يقولك اليوم أنا بفعل تقاعد نحب نتمتع ونمشي لنادي الرياضة ونمشي. إذا مش نخدم 3 أيام نعطي من جودي، 3 أيام في الأسبوع نعطي فيه خبرتي الحياتية. هذا اللي يتغير في أوروبا. يليت في تونس نفكر بهذا المجال، ونخلق جمعيات مدنية توظف المتقاعدين اللي عندهم فسحة من الوقت، توفر لهم مجالات للترفيه بالبيسين والسير على الأقدام وكذا، وتوفر لهم 3 أيام في الأسبوع على الأقل يعطيوا من خبرتهم في التكوين للشباب للموظفين الجدد، للمجالات اللي ناقصة فيهم مجالات التوظيف. باهي، احنا مازلنا مواصلين معك النقاش استاذ فيصل، بعد شويه باش نرجع باكثر تفاصيل على الاثار النفسيه للتقاعد، وباش نحكيو برشا من تجاربكم. وانتم كلمونا على 70 035 120 اذا عندكم اي استفسار يخص موضوعنا لليوم، والا اذا كنت تحبوا تشاركونا تجاربكم في التقاعد. منتدى الحياه، منتدى الحياه. مطلقة غير دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في منتدى الحياة. المشوار مازال متواصل معكم حتى للأربعة متاع العشية. نحكي اليوم على المتقاعدين، الأثر النفسية للتقاعد، التجارب مع التقاعد هذية. معنا بالتليفون سي خميس، معلش تليفون حاضر ولا حاضر؟ السلام عليكم. مرحبا سي خميس. منتدى الحياة القيروان. أي مرحبا بك. يا مرحبا بك، حافظ الاسم نتاع البرنامج. مرحبا سي خميس. اي اهلا وسهلا يا سيدي. مرحبا سيدي. انا متقاعد من سلك الجيش الوطني، اي من مدينه المنتزه. نتشرف، نتشرف بحضينا، مش بعيده برشا. تحيه خاصه لجيشنا الوطني. شكرا، مبارك الله فيك. وتحيه خاصه زاد للاهالي، اهالي منطقه النفيذ. بارك الله فيك. من خلالك انت، ومن خلالك انت زاد لزملائك اللي بيشرف في عملهم والمتقاعدين ان شاء الله يرحمهم. يعني شكه حبيت ندخل في موضوع التقاعد، هذا موضوع هام جدا وحساس. كلمه التقاعد على سبيل الفضل، احنا نقولوا الشخص في مده عمريه يقال له ميت قاعد، هذه على سبيل الفضل. ميت قاعد متقاعد. لكن من الجانب الايجابي
المتقاعدية كلمة جد إيجابية. والله أنا لا أستحبها، وطلبت من أول في أول البرنامج أنه نلقاو نعرف. لا معناها مش على الفدلكة، هي الآن الفدلكة مش تزيدني كرها لهذا الكلمة المتقاعد. أنا اقترحت أن المتداخلين يعطيونا معناها اقتراحات لبديل لهالكلمة هذه. بقينا قلت لك التقاعد هي كلمة جد إيجابية، حيث يكون الشخص في نضج كامل وخبرة متناهية، يكون مرجعا في كل المجالات إن شاء الله الإدارية والتربوية والمهنية. لكن نجد أنفسنا في فترة تقاهة الغالب، ما فماش أنشطة غير أني التحقت مؤخرا بمنتدى فنفيذة، منتدى المعرفة، منتدى المعرفة فنفيذة كما برئيس. إن شاء الله نقوم بأنشطة صيفية ونقدم الإضافة. البعض يتلهى بالحفدة ومصاحبتهم للدراسة والرجوع بهم، هذا موجود. والجانب الآخر يتلهى بالمحواس وبالترهيب بالخروج ومثلا نلعب كما نلعب الشطرنج، عندي نرسم. قاعد تقوم في أنشطة سيخميز. قاعد نقوم في أنشطة خاصة في الداري. أي قاعد تعمل في أنشطة اللي ترفه بهم على روحك. اي لا نعبي في الفراغات. هذوما معناتها مواهب انت قبل في الخدمة يمكن ما كنتش تلقى لهم وقت. اي كنت نلوج باش نعمل الأنشطة هذه وما نلقاش وقت. تفرغت كليا. وليت نقوم بالأنشطة هذه وليلة الله محمد صلى الله عليه. عندي زاد وليدات نعلم فيهم في الخط العربي، ولاد وبناتي ولاد ولادي. تبارك الله. خاطر عندي شهاده في الخط العربي. معناتها ما فماش هي الاحساس هي فما ثروه عند رجال الجيش، والجيش بالكامل عنده ثروه وميزه خاصه به كقطاع. البارح كنت في خروج مع جمعيه، وواحد الاطفال كان عمره 8 سنوات، قلت له اش تحب تخدم؟ قال لي نحب نولي في الجيش. قلت له تعرفش شنو هي الميزه الكبيره للجيش؟ طبيعة الحال وما يعرفهاش. هي ميزة الانضباط. الجيش معناها في كل حياته، في كل تحركه، في كل أدائه، فما ميزة الانضباط، هي ميزة للجيش وقوة الأمن بالكامل. وهذه الميزة لما تخرج الإنسان للتقاعد يخرج ومعاه هالانضباط، ولا في دمه، ولا في حركته، في حياته، في فلسفة حياته. ويمكن أكثر شيء تنجم تعطيه، أنا لا بعيد عن لا على أما اقتراحي أنا، أكبر ميدان تنجم تعطيه تفيد به المجتمع وتفيد به الشباب اللي حاولوا، كل جمعية المعرفة، هي فكرة الانضباط. لأنه في مجتمعنا، نقول كلام ذي لأنه في مجتمعنا التونسي للأسف إحنا عنا كل شيء، الإدعاء بكل شيء إلا انضباط في حياتنا اليومية. الوقت ضرب معانا، مواعيدنا الشغلية والعملية والاجتماعية والعائلية الوقت ضارب مع كل الناس. إذا مسألة الانضباط هي أكبر يمكن ميدان، هو العمود الفقري، وهذا أكبر شيء يمكن أمثالك قادر يساهم به في الحياة الاجتماعية. اليوم عندك فضاء وقتي قادر تفيد به الشباب، تفيد به المدارس، تفيد به كيف تعلم الناس موضوع الانضباط ومفهوم المسؤولية. لما نأدي نشاط معين نكون في مستوى المسؤولية في أداء. هلا لو تخلي الانضباط لحياتنا اليومية في التعليم، في الصحة، في ميدان الشغل، في الإدارة، أكيد مجتمعنا حيتقدم. وهذه نقطة مهمة برشا. أقل حاجة الانضباط في الوقت، أقل انضباط حاجة في الوقت، خاصة الوقت يجب تكون في كما نقولوا فيها أوفوانت، عندك رونديفو تحافظ عليه بالضبط، عندك خدمة تقوم لها تمشي لها في وقتك زيادة، قبل توصل قبل بربع ساعة، الانضباط في اللباس، في الأكل، في الخروج. هو الانضباط حتى في التفكير، في التفكير في المواضيع. لما نخضع لقوانين معينة اجتماعية وعقلية ومنطقية،
هذا الانضباط هو اللي يعطي الشباب في بكري. كنا نتحدث مع متدخلة حول الترهل والتحلل. الترهل والشيخوخة والتحلل هو عكس الانضباط، لأنه الإنسان المنضبط هو الإنسان الرياضي، الرياضي في العقل والرياضي في الجسد. المنضبط هو اللي يفكر بتفكير منطقي عقلاني حتى في تفكيرنا اليومي. إذا لما نلعب شطرنج ولا نلعب أي كرة فما قوانين تخلينا منضبطين. هذا فين قادر تجند حياتك اليوم أنت كمتقاعد من الجيش اللي يمكن مد المجتمعنا بشيء يفيده في حياته اليومية، الشباب والكهول والنساء والرجال اللي في النشاط المهني ولا خارج النشاط المهني قادرين ينضبطوا بقواعد للحياة، قواعد للتفكير، قواعد للتفاعل مع الحياة. إن شاء الله نكون عند حسن ظن ونقدم اللي عندي. وفي كان في الانضباط والأنشطة الكل إن شاء الله. إن شاء الله زيدا، إن شاء الله زيدا في المقابل أنت تكون فرحان بهالفترة هذه من العمر اللي هي فترة فرحان. مهمة برش. يكون مش فرحان أنا ما نقدمش المهمة دي. يعطيك الصحة وتحية مرة أخرى من خلالك إلى جيشنا الوطني اللي نفتخر به بجد. بين كل الجيوش العربية نفتخر بجيشنا الوطني إن شاء الله. بارك الله فيك ولحسن اختيارك للجيش الوطني، وبارك الله فيكم والقناة إذاعة الحياة الحيوان، وربي يعينكم وبارك الله فيكم. يعيشك سيخ مايس، يعطيك الصحة على مشاركتك معنا في البرنامج. وانتم زادة كان تحبوا تعطيوا رأيكم في الموضوع ديما 70-35-120 على ذمتكم. نرجع معكم أستاذ فيصل، وإحنا قبل حكينا شوية على العمل بعد التقاعد. اليوم برشا عوامل تخلي المتقاعدين يخرجوا للعمل بعد التقاعد ويقرروا ويختاروا أنهم يشوفوا أي نشاط آخر وإلا عمل. نحكيوا على عمل بمقابل مادي، مانيش نحكيوا على أنشطة تطوعية وإلا كما كان يحكي معنا سيخ ميس اللي قاعد يقوم بأنشطة في داره من باب أنه يرفع على روحه ويملأ بهم أوقات الفراغ. ولكن احنا اليوم نحكيه على متقاعد تبدأ عنده عائلة ويلزمه يخدم. ونعرفوا أنه بعض الأشخاص اليوم اللي لقوا رواحهم متقاعدين حتى الشهرية متاحهم تنقص شوية بعد التقاعد. شو شوية تنقص؟ برشا ساعات تنقص أكثر من 50%، وساعات تولي معناتها خاصة تو معناها مع تدهور المقدرة الشرائية وال الارتفاع الأسوان يلقى روحه الشهرية متاعه ما ينجمش يعيش به. هو شهريته وقت اللي ظل يخدم مش قادر يكفي بها، مش قادر يكفي بها الشهر، فما بالك إذا مع التقاعد. وهذا مرة أخرى تمتزج في النفس البشرية. نقول لك كيف ناشي أولها العقل البشري، كأنه قيمته نقصت لأنه شهريته نقصت، كأنه لما خرج للتقاعد فما نوع ما من نقصان القيمة، عدم الاعتراف به. وللأسف ويمكن هذا اللي خلى القانون التونسي يغض النظر على أنه المتقاعدين يمشي يبحثوا على خدمة أخرى، لأنه المهية الراتب المتقاعد زهيدة بدرجة لا تكفيه اللمم، لا تكفيه معناها كرامة الحياة. وهذا علاش يتغضاوا عنه يخليه يخدم حاجة أخرى. أنا نقول للأسف وضروري أنه كلنا نغير على كبارنا اللي يتقاعدوا ويوصلوا سن التقاعد، أنه ما نذلهمش بشهريات زهيدة، ما نذلهمش بنظرة احتقارية كأنه نمدوله بعض المليمات لا تكفيه لقمة العيش. ضروري أنه الدولة نفكر كلنا مجتمع ونربح برشا راهو كي نعطي أو نعيد النظر في مسألة التقاعد، بحيث نعطي تقاعد. أنا سمعت أخيرا في فرنسا، وأنا نتسمى نفسي من المتقاعدين من فرنسا، أخيرا أعادوا النظر، الدولة من سنة برك أعادت النظر في الحد الأدنى لإجراءات التقاعد لكل الناس. فما حد أدنى تضمن كرامة الإنسان، من جيش الإنسان نعطيه 200 دينار ونقول له ذاك التقاعد لأنه ما تضمنلوش كرامة العيش. فما حد أدنى من الراتب التقاعدي تعطى للإنسان تضمن له كرامته، اختار أنه يخدم خدمة أخرى ولا شيء ثاني. وذا علاش الأوروبيين
يمشي لنشاط آخر جمعياتي، لأنه التقاعد يضمن له الحياة، يضمن له كرامة الحياة. إذن ضروري في مجتمعنا أنه نفكر في هذا ونرتقي للمتقاعدين، سواء كان خدام كما يسميوها خدام أحزام، عامل بسيط ولا مهندس، يكون له راتب يضمن له شرف الحياة، العيش الكريم. وقت اللي نضمن له العيش الكريم ما يمشيش يبحث على خدمة أخرى في المجتمع، يخليها للجيل الصاعد، لأنه جيلنا كثير من الجيل الصاعد عاطل عن العمل. إذا المتقاعدين مضطرين إنهم يعملوا، والجيل الصاعد هو مش لاقي خدمة، إذن فما تزاحم على العمل وفرص العمل قليلة. إذن مش نخلق البطالة، من جهة ما نعطيش راتب للمتقاعد يكفيه كرامة العيش، ومن جهة أخرى ندفع إلى عنف التنافس على المقاعد رغم قلة الفرص العمل. إذن فما معضلة اجتماعية اقتصادية، ضروري المجتمع الكل ينتبه لهذا ويحاول إكرام، هذا هو إكرام الكبار اللي أعطاوا سنين من عمرهم فداء للمجتمع ذا، للعطاء في المجتمع. ضروري نرتقي حفظ كرامتهم، وكأنه بحركة معينة نقول لهم نحن نجل، نرد الاعتبار، نجل تضحياتكم وعطائكم للمجتمع، وإحنا مش نكرمكم في العمر هذا، نكرمكم بوضعكم في مقام كبير، لأنه خبرتكم محتاجينها ترشدنا في تطور مجتمعنا. إذن فما اعتبارات نفسية كبيرة ورد اعتبار نفسي للناس ذوما باش نستفيد من تجاربهم، ما يكونوش منافسين للجيل الصاعد في الفرص العمل اللي هي قليلة. دونك نتصور استاذ وقت اللي باش يتم توفيرها كيما قلت انت، معناتها الشهريه اللي باش تضمن لهم العيش الكريم، ما نجموش وقتها نحكيو على متقاعد يلوج على عمل اخر، وقتها ينجم بالعكس يتفرغ للانشطه، للانخراط في الجمعيات، لممارسه الانشطه التطوعيه، لما لا اليوم مثلا في الجمعيات على مختلف معناتها التوجهات نتاعها الجمعيات، علاش ما نلقاوش اليوم المتقاعدين هذوما؟ وبخصوص كانوا ما يشعرش انه قيمته نقصت وقت اللي خرج للتقاعد لأنه شعريته نقصت، كأنه قيمته الحياتية وقيمته الاعتبارية حتى أمام عائلته، فجأة تقول له زوجته ما يكفيش أنه قاعد في الدار، وما عادش يجيب الراتب اللي كان يجيبه وقت اللي يشتغل. إذن فما نوع ما من الاعتبار للناس تضربهم في المقتل، وهذا نقول جريمة في حق ناس ضحوا من أجل المجتمع وأعطوا أحسن سنين عمرهم في خدمة المجتمع. ضروري نعطيهم اعتبار وحقهم وما نخليهمش يشعروا أنهم فقدوا القيمة، أنهم أصبحوا غير ذي جدوى، أنه مدة صلاحية متاعهم كأي كما الكارت تليفونيك انتهت صلاحية متاعها، نحطها على جنب للأسف، وهذا اللي مفروض ما نوصفلوش مصلوش. ولكن هذا موجود في الواقع التونسي. ما زلنا معاكم من توا حتى للأربعة متاع العشرين، نحبوا نسمعوا رايكم، نحبوكم تشاركونا على 70 35 120. نخليكم مع أغنية نجاة الصغيرة، القريب منك بعيد، وهذه ديديكاس من عند أمنة الأستاذ فايس، هي مزينة برشا لنجاة الصغيرة. إذا كان عندكم حتى اقتراحات موسيقية وإلا أغنيات هكا عندكم معها ذكريات تحبوا تسمعوها معنا في منتدى الحياة، مرحبا بكم، مرحبا باقتراحاتكم. رجعني لكم من جديد في منتدى الحياة. هو لو سمحت لي صوت نجاة مش يوصل لي مرة ثلاثة ومش عارف 25 دقيقة صوت نجاة يوصلنا إلى قمة السعادة. وي وصلنا هو القمة السعادة، أما زاد ما ننسيوش الوقت اللي احنا مازلتنا نص ساعة في برنامجنا، أما على الأقل مازل وصلنا الوقت ذا وإحنا سعداء بصوتها ومتسلطنين زاد. وإن شاء الله المستمعين تعجبهم هالوصلات الموسيقية الرائعة من اختيار مخرجتنا الرائعة آمنة بوخيت، يعطيها الصحة آمنة. إن شاء الله أنتم زادة هكا تكونوا تسلطنتم مع الأغنية هذية. موضوعنا لليوم هو المتقاعدين، الصحة النفسية للمتقاعدين، كيفاش المتقاعد يعيش فترة التقاعد هذية. فما نقطة حبيت نركز معها أستاذ وإلا نشير لها، لأنه برشا استفسارات تجينا حتى على باج فيسبوك الحياة فيم، ناس يبعثونا مساجات يقولوا كيفاش دور العائلة، كيفاش العائلة لازمها تتصرف مع الشخص المتقاعد اللي باش يقعد في الدار ما عندوش نشاط آخر باش يعمل. هو مفروض أنه
احنا قلنا في التوازن النفسي وضمن احتياجات ماسلو، هذه هرمية الاحتياجات اللي طرحها. العمل هو تحقيقا للذات. احنا اصبحنا في مجتمعات يعرف قيمة الانسان يعرفه بما يعمله، قل لي ما تعمل اقول لك من انت. اذا لما الانسان توفى يحال على شرف المهنة، مفروض هو احال على شرف المهنة هو تكريم واعترافا له بالجهد اللي قام، ويبقى الاعتراف دائم. كالجراد في العسكر في الجيش، الجراد ما يتنحاش، يحال على شرف المهنة اذا لم ينتهي مدة صلوحيته، اذا اكتسب خبرة كبيرة والدولة والمؤسسة الاقتصادية تعترف له بالجهد اللي قام به وتكافئه، تقول له الان عندك حق في نصيب من الراحة. اذا مش لانه يوقف عن العمل ويصبح واقف عن العمل. اذا العائلة مفروض انها هالقيمة الاعتبارية تستلمها العائلة، مش يستلمها المتقاعد. تستلمها العائلة وتنظر للأب للأخ اللي وصل إلى لحالة على شرف المهنة، تنظر له بهذا القيمة الاعتبارية، ما ترخش في العين، ما يبدأوش يقولوا له آه أنت ما عادش عندك ما تعمل، كأنه كما قلت بكري فات مدة صلاحيته. يبقى العائلة تعينه بالنظرة الإيجابية، وهذه ترمم كثير في نفسية الإنسان. العائلة يمكن تلتجأ له، تقول له أنت عندك خبرة، والله أنت عندك الآن الوقت قادرة تفيدنا. إذا يحاولوا يستفيدوا أو يوظفوا الإيجابيات، الوقت المتاح له، الخبرة، يوظفوها في، يشعروه أنهم يوظفوها في مجالات حياتهم. يليت لو تعاوننا زوجته، تقول له يستشيروه، معناه يستشيروه ويطلبوا إعانته، أنت عندك من الوقت الآن، نجمش تعاوني في الدار، نجمش تعاوني في اختيار مش عارف ردوات، اختيار الأكل، نجمش تعاوني في المطبخ، علاش ما نبدعش من تجربتك الحياتية، نبدع أكلات جديدة. الآن عنا وقت، مش نلقاو وقت باش نعيشوا مع بعضنا أوقات سعيدة في الطبخ مع بعضنا، في الخروج مع بعضنا. إذا كيف أساعد هذا اللي أحيل إلى على شرف المهنة، إنه يساعده في أنه يخلق مجالات أخرى يسعد بها نفسه ويسعد بها العائلة. إذا كيف ننظر إلى الجانب الإيجابي في العملية ونساعد الآخر على أن ينظر للجانب الإيجابي؟ هذا محتاج الإنسان اللي أحيل على شرف المهنة، محتاج أنه الآخرين يشعر الآخرين يقدروه ويساعدوه ويدفعوه نحو الإيجابي، ويكون هو طاقة إيجابية في هذا الإطار. يعني هذا دور العائلة على الأقل، باش ما يخليوش المتقاعد اللي موجود معاهم في الدار ما يحسش روحه، ما يحسش اللي هو في عزلة، وما يحسش اللي هو اليوم في فراغ، مش مسخفين عليه، مش مقادرين، ومش من منطق الشفقة، مش شفقة ولا، وإلا من منطق أنه ما نحبش نقولها، ولكن من منطق أنه إنسان باش يقلقهم، وإلا ما نعرفش معناتها، ولا إنسان كبر وما عادش ويلزم نساعدوه. إذا مش تشعروا أنك أنت مش تساعده، كأنك مرة أخرى توحيله أنه في عمر العجز. أنا المرسل أكون أقول دائما خلي نظرتنا، رأي النظرة دائما ومسألة نفسية، لكن تفرق بالكامل لما ننظر له على أنه خبرة، وهو مش يفيدني، هو مش يساعدني، أعطيته اعتباره، وهو اعتبار مش مغلوط، مش كاذب، مش اعتبار كذاب. هذا فين المحيط محدد كبير لنفسية اللي يحيل على شرف المهنة، محدد كبير. الخبير هذا ينظروا له بإيجابية المحيط ويستفيدوا ويحاولوا يستقيوا منه تجربته. قبل كانت علاش في مجتمعاتنا العربية الإسلامية قبل ما كانش فما تقاعد، حال ما يكبر المصارى يقول لك اللي ما عندوش كبير يشتري له كبير، لأنه قيمة خبرية قيمة في الخبرة، قيمة في العائلة. لما عائلة عندهم كبير في العائلة عندهم ثروة في العائلة. إذا لما ننظر للإنسان اللي أحيل على شرف المهنة كثروة اجتماعية، ثروة في الخبرة، ثروة مهنية، ونفتخر به في داخل العائلة، الأمور ما تكون كان إيجابية ليله وفي نفسيته وفي جو العائلة.
أما إذا ننظر له نظرة أخرى تصبح المشاكل ليله صحيا، صحة نفسية وصحة جسدية وعبئا على العائلة. ضروري أن نتكافل كلنا كعائلة وننظر إن ثمن ما هو إيجابي في حياتنا العائلية، ما هو إيجابي في علاقاتنا الأسرية، وهذه جانب كبير يعطي جانب كبير من الاستقرار العائلي ومن الصحة النفسية. هذا هو دونك العائلة تنجم تأثر بالعكس، معناتها الأثر الإيجابي على المتقاعد، وكيف كيف زادة تعاونه باش يحس اللي هو عنده قيمة، ويحس اللي هو ما فقدش الاعتبار متاعه، واللي هو تو في فترة بالعكس ينجم يقوم فيها برشا أنشطة، ينجم يعاون مختلف معناتها الأفراد متاع العائلة في برشا أنشطة كما عطيت أنت دي زيكزامبل. به مثلا العائلة اللي يقول لك احنا اليوم كيفاش نجم نعاونوا الشخص المتقاعد هذا، كيفاش نجم شنو مثلا الأنشطة اللي نجم يعملهم خارج المنزل. هذا هي كيف ناش الناس أو اللي يحيلوا على شرف المهنة هو فرحان بالأداء وتعب من السنين اللي أعطاهم، ويمكن أفكاره تتخللها راو كثير رغم الفرحة الواضحة وقولك ما عادش عندي مش يولي عندي وقت كثير وكذا، رغم هذا تعود على ريتم معين على نسق معين في الحياة، فجأة يلقى روحه النسق ذا يوقف. رو مشروع له أنه في فترة تختلط عليه الأفكار ويمكن بعض الكآبة البسيطة تجي، لكن ذلك كله مشروع على العائلة، وهنا دور العائلة أن تعطيه أفكار معينة، تقترح عليه اقتراحات، تفتح له أفاق أخرى. اليوم هناك جمعيات والحمد لله في المجتمع المدني تعمل نشاطات غير مكلفة ماديا ولا جهديا، الإنسان ينجم يتأقلم بها على حسب جهده. مثلا كيما اللي استضفناها في الحصة حصة يوم الاثنين، هالجمعية أنا مش مذكر العنوان بالضبط، لكن الجمعية الرياضة للجميع، في القيروان، هذه تعمل نشاط السير على أقدام حول في مسلك صحي حول الفسقية، هذا يشارك فيها. أنا البارح كان لي شرف المشاركة معهم في نشاط عملوا رحلة إلى منتزه قريب من القيروان في عين جلولة، منتزه عدوا فيه نهار كامل كنت معهم، وسرني أني شفت أجيال كلها موجودة، الأطفال من سن سنتين إلى الشيوخ من سن 80 وأكبر، وكل الناس كانت في جو ائتلافي، غناوا فتروا مع بعضهم، ساروا عملوا سير مع بعضهم، احتفلوا تكلموا مع بعضهم تواصلوا مع بعضهم، الأطفال لقوا مجالات للنشاط للأطفال، هناك بيسين، هناك نشاط. أنا ذكرتني وذي علاش سررت كثيرا البارح مشاركة المتقاعدين بالمتقاعدين، لأنه قلت لك الناس في عمر 80 وأكبر وجلهم كانوا متقاعدين من التعليم من الصحة، من اللي أسرني أنه ذكرني بالجو العائلي اللي موجود فيه كل الأعمار وكل الأجيال، كيف العائلة تكون في ريتم معين في فرحة معينة وكل الأجيال متواجدة وكلهم ناجين لكن نصيبهم من النشاط. إذا أقول هالنشاط هذه الجمعية تسمح للمتقاعدين اللي عندهم وقت باش يعملوا حركة، وقولوا الحركة بركة، يعملوا حركة السير على الأقدام كل بالريتم متاعه أيا كانت الأمراض اللي يكون جسدية، كل واحد وجهده. هذه تعطي نوع ما من الحركية ومن الشباب الدائم جسديا وثقة بالنفس زيدا والنفس، وبطبيعة الحال عندما تحرك الجسد يتحرك الجسد ويشعر بنفسه قادر أن يسير وأنه يتحرك وأنه يعاون الآخرين وأنه قادر نفسيا، ترتفع نفسيته نفسيا، ترجع الثقة بالنفس نفسيا، يشعر نفسه أنه مازال في معترك الحياة، مازال لم تنتهي صلاحيته، الصلاحية تنتهي مع الممات وبعد عمر طويل للناس كل، لكن الصلاحية ما تنتهي إلا عند القبر. ما دمنا حيين على الأرض، ما دام النفس يمشي يخرج ويدخل، ما دام احنا عضو في المجتمع، عضو ناشط في المجتمع، تا
بطبيعة الحال نختار مجالات نشاطاتي حسب وقتي حسب جهدي، لكن ضروري أنه نبحث على الجمعيات مثل جمعية الرياضة للجميع باش نلقى فيها نسجل فيها ونبقى ناشط في المجتمع. تليفون به سمحنا أستاذ فايسل نقص عليكم، معنا تليفون سي ربيع، مرحبا بك. سمحنا خليك تستنى فينا سي ربيع. مرحبا بك، حابينك تقعد معنا تسمع الأستاذ فايسل وهو يحكي على الأنشطة اللي نجم يعملهم المتقاعد اليوم باش هاو كانوا تدخل معنا في صلب الموضوع. مشكور سي فايسل ومشكورة إذاعة الحياة اف ام، مواضيع قيمة الحقيقة بربي، ديما الواحد يرحي معلوماته والخزينة نتاع أفكار وبحواج كيف هكا. والله موضوع اليوم موضوع هام زادا، هي مواضيع الكل هام وموضوع اليوم زادا أهم منهم الكل، لأنه يشمل فترة من الحياة اللي لازمة برشا برشا ويلزم الواحد يحضر لها، يعني ما يشي فترة ومش تتعدى، هذه الفترة اللي مش يخدم عليها الإنسان عمره كامل باش يوصل للفترة هذيك يلقاها حاضرة تستنى فيه. فترة التقاعد ولا ما بعد التقاعد. ناخذوا الجانب نتاع مجتمعنا نحن اللي في تونس، احنا ما نخموش فيه برشا راهو موضوع التقاعد بالنسبه للتوانسه عندنا نحن في طبعنا ما نخمولوش برشا، احنا نخمو جوست كان في الخدمه، توفير الحياه اليوميه، توفير مستلزمات العيله والصغار والدار و وتودانكو يجي يبقى روحه قبل الروتريت بربع خمسة شهور يبدأ يحضر فيها أوراق ومشي يتزدم اللي هو راه سعيد وخيلة على شرف المهنة. وكيف يحكيوا برشا ناس، لا عاد تليفون وصوني، لا عاد شكون مش يطلبوا، لا عاد شكون مش كذا، يبدأ يلتحق بالركب بتاع اللي سبقوه في القهاوي يحضروه في كرسيه باش يفز يجي يقعد ذوك الأيامات نتاع النفحة الأولانيين ويحطوه في كرسي غادي، ومن بعد بشوية بشوية يتحتر في الدار وما يلقاش حد شيء، كأنه نهاية شيء في حياته. بالضبط، أعطيتنا صورة واقعية سي ربيع، يعني يولي حتى هو عمره 60 ولا 62 ونفسه قوي في الموضوع هذايا، أنه حتى بصراحة الواحد ما يكونش عادها ديما متجنب المواضيع هذي، خير مش قادر تحكي ديما 62 سنة رترات بالله في الوضع هذايا الوضع الاجتماعي المحقون وتغذر معتها مجتمع كله على أعصابه كذا، وتزيد الدولة تزيدوا عامين أخرين وممكن فما شكون حتى يحب يزيد 3 سنين أخرين معاهم، يعني يتعبوه أكثر من تتصوروا في ذلك، فهمتني؟ أنا أرى يعني أنت تتصور أنه السن هذا متاع التقاعد مبكر برشا؟ لا متأخر برشا، مش متأخر بالنسبة ليك حسب رأيك أنت شنية السن المثالي باش الشخص ياخذ تقاعد متاعه؟ كيفاش والله سمحني حسب رايك انت شنو هو العمر المثالي اللي تنجم اللي نجم نعطيه فيه التقاعد في تونس؟ 55 سنة وتسمى باهي بالبدايه. 55 سنة مش بكري برشا؟ لا ماهوش بكري خويا ربيع، يعني ولو هو نقاش ياخذ مجال اخر والنقابات داخلين فيها الموضوع ذا، هو التقاعد يرتقى في كل البلدان العالم حسب مشقة العمل، مشقة المهنة اللي تعمل فيها يرتقي، فما اللي ياخذ 55 سنه كما الشيمينو سابقا، ولا اذا المساله كلها انه نسبيه على حسب مشقه العمل. اليوم نلاحظ انه في كل مجالات العمل، يمكن في التعليم ما زال شويه فيها مشقه كبيره، لكن مجالات العمل كلها المشقه ما قعدتش كقبل، لانه الاله اليوم موجوده في حياتنا وحياه اي عامل حتى عامل يدوي، الاله اصبحت تخفف كثير من مشقات العمل. واليوم واحد في 60 سنه تلقاه في عز الشباب وقادر على العطاء اكثر من ما كان عليه من 10 من عقدين او ثلاثه، كانت الاعمال تهد الانسان جسديا. الان الامور وطبيا وغذائيا احنا في وضع اخر، تبدلت المعطيات. اذا لما نقولوا 55 سنه مع مفهومنا المجتمعي اللي كنت تطرح فيه انت، انه الناس ما عندناش ثقافه تحضير ما بعد، ما عندناش ثقافه انه نجدد كما مدام ريم اول متدخله، ان بالنسبه لها الاحاله على شرف العمل هي على شرف المهنه هي فتح لافاق اخرى، مرحله جديده في العمل وبدات كارير جديده.
احنا لو نجينا هالثقافه ذي يولي كلامك معقول انه 55 سنه ويفتح افاق لمهنه جديده لتوظيف جديد في حياته. نخليك تكمل اخويا ربيع. كم لنا فكرتك سي ربيع واحنا نتفاعلوا معك. حاضر يا سيدي. والله يعطيه الصحه الاستاذ، هو لما حاله انقذني، لكن انا مش نعطيه، نزيد ناكد له الشيء اللي كان يحكي فيه ونزيد ناكد علاش انا قلت 55 سنه. يعني مازلت راني مصر على 55 سنه استاذ. رايك ونحترموه احنا بطبيعه. علاش ما اسالني علاش؟ ثم لابد ديما علاش. انت ايش قلت لك سيادتكم؟ ايش قلت؟ قلت كانت قبل المشاقات جسديه ومن بعد يخرج الانسان بدنه تعب و و و شنو رايك اليوم مشقات نفسيه ماهيش جسديه؟ صحيح. مشقات نفسيه، ورقه الضوء، ورقه الماء، الصغار، الانترنت، لكن هذه ما عندهاش علاقه بالعمل. لحظه، عندها عندها. اوكي. انسان يخدم فيش ولا لشكون يخدم؟ يعني سي ربيع سامحني سي ربيع، ما فهمتش معنا، ما فهمتش الفكره اللي تحب توصل. يعني انت تقصد الانسان اليوم يتعب برشا نفسانيا فيلزمه يخرج في سن مبكر مثلا في 55 سنه على خاطر فما برشا مشاكل في المجتمع؟ انا مش نسال سؤال. تفضل. اسكو لومبوتياج نتاع السبعينات في القروان هو بيدو لومبوتياج نتاع 2015؟ وزاد ويجي نفسر لك حاجه اخرى زاد، مثلا اي ولايه انت سميت القروان مش كيما في السبعينات كيما اليوم، انت كل شيء يتغير، فما برشا متغيرات. تم تغير كامل في الاكتظاظ، في الحاله الضغط، في النفسيه نتاع الموظف، في نتاع كما كان يحكي الاستاذ نتاع المعلم نتاع حتى عون الامن حتى سائق شيمينو. فهمتك. كل موظف في الدوله كانت عنده ريتم معين اليبوك، توا ولا في ضغط اخر. هي فما الحياه الضغوطات الاجتماعيه اللي تحكي عليها قادرين نعالجها اجتماعيا ونقول كيفاش نقص من الضغوطات الاجتماعيه بعيدا عن العمل. اما ما نجيش للقطاعات انتاج الدور الاقتصاد ونقول الناس تخر يلزم تخدم اقل، لانه تخدم اقل مش تدفع اكثر. ثاني راه نتاع الجواب استاذ. تفضل تفضل. فهمتني. في توفير الاله اللي سيادتك كنت تحكي عليها هناك ركود جسدي، ما عادش فما نمبورت كالاكتيفيتي. يعني في توفير الآلة انه يدخل للبيرو يلقى اورديناتور ولا يمشي للمصنع يلقى ما يلقى ماكينة، ما عادش عنده حتى جهد ينتجو من طاقته باش يحرك بها هذيك ويهز بها هذيك ويتحرك وكذا. هذيك هي اللي رجعت عليه هالانكومبرومون وهالضغوطات هذيا الكل. علما انه هو بيدو كمواطن والا كانسان مساهم في هالحوايج هذي، انه ما قراش حسابه باش يحضر روحه بشويه اكتيفيتي، انه راهو مش يجي هالجلوس اللي نتاع 12 ساعه على مقعد والا كذا، ما قراوش حسابه في ساعه سبور، ما عملش حسابه في انه مثلا ينحي الستريس مع العيله شاك ويكاند، ما قراش حسابه في كذا. فهمتني؟ يعني باش نتفقوا ونخرجوا متفقين ان شاء الله، هو انه كيف انه اللي تشور له كله واقعي وصحيح، كيف نحسن ظروف العمل وظروف الحياة الاجتماعية ونخفف هالضغوطات النفسية اللي يمكن ملازمة لحياتنا اليومية أي كان مجال عملنا، مش نمشيو للجانب الاقتصادي وننقصوا من سنين العمل، لأنه ما حليناش المشكلة. مش يخرج من العمل مش يعيش الضغوطات خارج العمل، نفس الضغوطات والكآبة والكاليتي نوعية الحياة مش تكون ديما سيئة. إذا مجالات تدخلنا يجب تكون مغايرة. على كل، هي المسألة كل كيف نحضر لهذه المرحلة، مرحلة الإحالة على شرف المهنة، نحضر لها وتكون مش نهاية مرحلة في حياتي وإنما نهاية حقبة وتبدأ حقبة أخرى، لأن الحياة متواصلة ونسعى إلى نوعية حياة نفسية وجسدية أرقى، نستفيد من الرقي ومن التقدم العلمي باش نعيش نوعية حياة أحسن. هذا هو هدفنا في النهاية، مش مسألة ننتهي من العمل قبل الوقت ولا بعد الوقت، وإنما كيف أحيا على هذه الأرض بنوعية حياة أسلم، بصحة نفسية وصحة جسدية أحسن، لأنه هذا يتيح لنا التقدم، وإلا ما نستفيدش من التقدم، فما ناس تستفيد وناس لا. وهذا مهما كان طبقتي الاجتماعية ومهما كان مهنتي ومهما كان ثقافتي، ضروري التطور العلمي يفيد كل أفراد المجتمع، يفيد كل فئات المجتمع أيا كانت إمكانياتهم، وهذا هدفنا كلنا معنا في هذا النطاق.
سي ربيع مازلت معنا؟ كلام قيم وجميل برشا، لكن على الواقع راهو يصعب شوية، على خاطر اني توا مثلا المباشرين في الميدان اللي هما قاعدين يخدموا، اي انسان تجبد له على التقاعد يقول لك توا مانيشني فاضي، مش نتكلم انا مشني بلغه عربيه، مش نتكلم مزيرجة باش تفهم كلامي بالكلمه. يقول لك مانيشني فاضي توا، علي يعطيني توا ساعه ناكل قوتي نتاع اليوم. لكن هو يا حبذا انه الواحد يخمم فيه، وفعلا الموضوع هام جدا، يلزم التقاعد يكون انطلاقه او اعاده انطلاقه روديماراج، ما يكونش فينيش نتاع حياتك هو انا سلمت سلاحي وقعدت انا زي كنت نهارب في العمل اليومي ولا في ولا استراحه محارب وتوا صحي روتريت محارب، مش حتى استراحه محارب، خاطر استراحه المحارب ينجم يرجع وقت يستريح وبعد يرجع ولا فهمتني. شكون مش يخمم في المواضيع هذيا؟ شكون مش يحكي في المواضيع هذيا؟ اذا كان ما فماش يدافع مثلا، انا نقول الاطراف الاجتماعيه انت قلتها بكري، علاش ما تكونش هي السابقه في المواضيع هذيا؟ احنا بدرنا في احنا انا كطرف اجتماعي من الاذاعه بدرنا على المستوى المدني، نحاول شخصيا ومشني وحيد ومشني بطل في هذا، أنا ضمن المجتمع فما كثير ناس سبقوني يفكروا في الموضوع هذا ويخلقوا في مجالات، وذلك كنا السؤال نطرح فيه شنية المجالات اليوم اللي يمكن نطرحها لإخواننا وأبائنا وأولادنا اللي اليوم أحيلوا على شرف المهنة، كيف ينتبهون إلى أنه فما مجالات، فما جمعيات اليوم تطرح في نشاطات ما تعديش وقتك تتثاوب في القهوة ولا في الدار، وإنما أخرج لنشاط شطرنج، قراءة قصة، سينما، مسرح، سير على أقدام، جمعيات ومنتديات ضروري نبدع منها. وأنا رأيي صديقي وحبيبي رئيس بلدية القيروان ضروري ينتبه للجاية ذي أن البلدية تبادر إلى فتح نادي لل لكبار السن، لمن هم أحيلوا على شرف المهنة، يفتح لهم نادي يشربوا فيه قهوة، يعملوا فيه شطرنج، يعملوا فيه مسرح، يعملوا وما تكلفش البلدية حاجة كبيرة، وتكون جانب لفتة إنسانية كبيرة وقيمة إنسانية. إحنا حضارتنا العربية الإسلامية اللي نفتخر بها هي حضارة إنسانية وعندها قيم إنسانية كبيرة وتعتني بالإنسان، إذا علاش ما نفتحوش نادي لمن أحيلوا على شرف المهنة يلقوا فيهم حفظ كرامتهم، ما يمشيوش للمقاهي المبتذلة اللي فيها الكارتة وفيها وما يلقاوش قيمتهم لأنه متروكين في زاوية من زوايا المقهى، لا يمشيوا إلى مكان يعد لهم فيها الاعتبار، يقع نوع ما من السيرفيس حتى كي يمدوا لهم قهوة يمدوا لهم باحترام وتكون مفتوح بأسعار زهيدة نعبر فيها من خلالها على تقدير المجتمع بالكامل. المجتمع بالكامل ضروري يقدر هالناس هذوما. وسمحني انا معاك على طول في الفكره هذه، اما علاش ما تكونش قطاعيه العمليه، ما تكونش مثلا مثل بنيتها البلديه بطبيعه الحال، انا قلت مثلا تكون قطاعيه انه كل قطاع، وعلاش ما تكونش انا سامحني سيرابيا مثلا فيما بعد تكون هي المسؤوله منه فيما بعد التقاعد، يعني أكيد انت أكيد يا سيدي خذيت انت صور رسالتك، هي الفكره انك طرحت للبلديه وعطاها مثال بالقطاع نتاعك، وعندك اصحابك سابقينك وعندك اصحابك مشاخلتوا عليك، وبارك الله فيك، بارك الله فيك على اقتراحك. باهي سي ربيع، سي ربيع احنا بدينا نوصلوا لختام حصتنا لليوم، يعطيك الصحه. انا فقط باش نقول لك ملاحظه كاو، علاش ما تكونش زاده المبادرات هذه فرديه والا مجموعات هكا وحدهم يقوموا بتنظيم مختلف الانشطه اللي كان يحكي عليهم الاستاذ فيصل، تنجم تكون البلديه هي اللي تنظمهم والا زاده تكون تطوعيه فرديه. صحيح، يعطيك الصحه سي ربيع، شكرا ليك لتواصلك معنا في منتدى الحياه. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم، نشكر برشا الناس اللي تفاعلوا معنا، المستمعين الاوفياء اللي كلمونا على 70 35 120، نحن ديما نقولها ديما ناخذوا ارائكم بعين الاعتبار ومقترحاتكم. الموضوع هذا انتم اقترحتوه علينا، اذا كان عندكم موضوع اخر تحبوا تسمعوه وتحبوا تناقشوه معنا مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم. شكرا ليك استاذ فيصل الكعبي، كلمه الختام. شكرا لرحابه صدرك ولاسئلتك اللي تثير دائما المواضيع الحساسه والمهمه للمستمعين. شكرا وان شاء الله كل المستمعين والمستمعات يعيشوا حياة مديدة إن شاء الله بصحة نفسية وصحة جسدية.
كاملة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة أستاذ فيصل، شكرا لك على الإضافة اللي تقدم هنا في البرنامج هذا يتيلة الساعتين هذو. كما قلت الموعد يتجدد معكم إن شاء الله غدوة بمواضيع جديدة. تابعوا قية برامج الحياة فيب جوك على 93 من 4 حتى 6 سينو. في أقل من 8 دقائق يجيكم الزميل حسن النبتي من قسم الأخبار بأهم الأخبار الجهوية الوطنية في موجز الأربعة متاع العشية. ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم معنا على 93. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.